قال أعضاء في الإطار التنسيقي ومقربون منه إن الممثلة الأممية تسعى إلى معرفة موقف الصدر من العملية الانتخابية والطعون المقدمة ضدها، مع محاولة دعم تمريرها وإبرازها كعملية ناجحة. لحد هذه اللحظة لا نمتلك تصريحات كافية من هذا اللقاء، وليس لدينا أي معلومة حقيقية، لكن قراءتنا إلى هذا اللقاء هي تكمن في حالتين كما ذكرت لك. الموقف الأول هي تحاول إما أن تطلع السيد وتستشف برأيه كيف يتعاطى مع الموقف إذا ما ألغيت مثلا الانتخابات أو عدم مصادقة المحكمة الاتحادية عليها، أو أنها ستحظى بمزيد من الدعم إذا ما السيد مقتدى الصدر قد توافق معها على إنجاح هذه الانتخابات ومرورها. هي تحاول أن تكون رؤية عن أين سائر الأمور وما هو موقف سماحة السيد من موقف الإطار التنسيقي تجاه الاستمرار بالطعون بنتائج الانتخابات وانتظار قرار المحكمة الاتحادية. نستطيع أن نقول أنها تحاول أن ترسم خطوطا جديدة للتعامل مع الواقع السياسي الحالي اعتمادا على ما سمعته من السيد صدر، وكذلك بالموقف الثابت للإطار التنسيقي تجاه نتائج الانتخابات.